كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد فيها أن الإنجاز الذي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجازا ضخما للغاية وكان ثمنه كبيرا للغاية، موجها التحية لأبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم والذين أصيبوا، مؤكدا أنه ثمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، ولا يمكن أن ينسى المصريون أن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعته مصر خلال السنوات السبع الماضية حتى تصل إلى هذه المرحلة من الاستقرار. وأضاف الرئيس في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة: الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب احنا مش هننسى أبدا اللي قدمتوه بأبنائكم من أجل الوطن، وده مش اعتراف بس بفضلكم وفضل أبنائكم الذين استشهدوا، ولكن الفضل هنا هو أن هذه الشهادة والتضحية هي ثمن بناء مصر القوية الجديدة، والثمن الذي دفع هو ثمن كبير ولا يعوض، ولكن عزاءكم فيه أنه ثمن لبلد فيها 100 مليون مواطن يعيش في أمان واستقرار وتقدم. دكتور طارق، امبارح كلمة الرئيس خليني أقول حضرتك أنا من النوع اللي بتابع بعد ما الرئيس بيقول كلمة بتابع بقى إيه؟ ردود الفعل، ردود الفعل الخارجية. تمام، فضل. أغلب ردود الفعل الخارجية كانت بتتكلم على لما الرئيس اتكلم على 25 يناير وشكر الشعب المصري، ومن ثم بدأنا نتكلم على بدأ يتكلم على دحر الإرهاب و اللي قدمه أبناء الوطن من تضحيات كبيرة. صحيح. طيب الرسائل دي يعني لما الغرب بيبص ليها أو الدول بشكل عام بتبص ليها، وكانت هناك معضلة دائما كانت بتبقى مطروحة: 25 يناير وعيد الشرطة، 25 يناير وعيد الشرطة. دلوقتي بهذه الكلمة وبهذه الرسائل اللي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعتقد أن الأمر بقى واضح وجلي للجميع. صحيح صحيح صحيح. يعني أنا في تقديري حضرتك أنه الأصل هو 25 يناير المرتبط بعيد الشرطة، الأصل الأصل هو الذكرى التاريخية زي ما أشار سيادة الرئيس إلى الحدث التاريخي في سياقه وما دفعته القوات المسلحة أيضا بجوار الشرطة. بتكلمي حاجة من 52 إلى اليوم، وبالتالي في ذكرى دائما ما خلدت في أذهان المصريين ببطولة جهاز الشرطة وجهاز الأمن، لكن تحليل مضمون كلام السيد الرئيس وترتيب العرض هو الأهم أنا في تحليل. لأنه السيد الرئيس بدأ في الأول يتكلم على دور جهاز الشرطة والأمن، دفعوا إيه، اتحملوا إيه التكلفة العالية، كل ده في سياق الوطن وليس فقط في جهاز الشرطة، وخص بجانب الشرطة بطبيعة الحال قادة القوات المسلحة وقيادتها وجنودها وضباطها، لكي يؤكد أن الأمن في طرفي معادلة أستاذ رشا، طرف داخلي وطرف خارجي، والاثنين بيتضافروا في توصيل هذه الرسالة. الأساس هو ما أشار إليه سيادة الرئيس أن ده مرتبط بحجم ما يجري الآن في على أرض مصر. سيادتك على الصعيد الخارجي جزء من المعادلة مرتبط بالاستقرار الأمني والاستقرار السياسي والاقتصادي، مش بنتكلم أمني بس، بنتكلم على أنه في التوقيت الراهن في استقرار أمني واستقرار سياسي واقتصادي، فبالتالي الدولة واقفة على أقدام راسخة سيادة الرئيس أكد عليها، ربطها بالمستقبل ان احنا بنعمل ده فكرة الجمهورية الجديدة، بنتكلم على اصلاح اقتصادي مستمر، بنتكلم على تكلفة بيدفعها المصريين، ربط التكلفة اللي بيدفعها عامة المصريين كلنا حضرتك 100 مليون بالاضافة الى الجهد الامني المحسوب لجهاز الشرطة. نقطة مهمة جدا وقف قدام سيادة الرئيس وبيمر على احداث 25 يناير وما تلاه، كانت في الفقرة رقم 4 لو انت فاكرة في الصياغة، لانه هو بطبيعة الحال بيوجه الشكر الى كل المصريين وليس لفئة او شريحة، لانه اللي قام بالتغيير هم ايضا المصريين بجموعهم وعمومهم فيحسب للمصريين، لكن هو ربط ايضا في الذكرى بموقفين. الموقف الأول مبادرة حياة كريمة اللي قال إنها بتغير الوطن، في جزء منها مرتبط بحجم التحديات والمخاطر اللي احنا كنا لازم نغير بيها، والتكلفة اللي احنا لابد إن احنا نسلم بيها في هذا السياق. فكأن السيد الرئيس ربط الحاضر
بالمستقبل ادى رؤيه استشرافيه. انا في تقديري التحيه ليست فقط مقصوره على الجهاز الامني او جهاز الشرطه فقط، انما لكل جموع المصريين، جزء منه بيعيد ترتيب الاولويات لينا احنا. ده جدول الكلمه انا بعتبرها جدول اعمال للوطن، جزء منه مهم قوي، وطبعا بتبقى قيم الوفاء اللي هي موجوده عندنا تجاه جهاز الشرطه وما بذلوه من جهد، يعني لا تكفيهم كلمات الثناء حتى في تكريم اسر الشهداء زي ما حضرتك شفتي بهذه الصوره. اعتقد الرساله مهمه وبليغه في نفس التوقيت. صحيح. طب دكتور طارق، عايزه برضو اقف في فقره قالها السيد الرئيس، انه كل اللي بيحصل ده على ارض مصر وسط اقليم مضطرب. انا وقفت عند حضرتك اكيد وقفت عندها برضو طبعًا. لانه الاقليم مش بس مضطرب، لا تتسع دائره الاضطراب كمان. صحيح. يعني صحيح المشكله صحيح. احنا لسه طبعا هنيجي في الاخبار على اللي بيحصل من الحوثيين. احنا ما بقاش بس السعوديه دلوقتي، بقت ابو ظبي يعني لسه النهارده الفجر النهارده. فيعني الاقليم حاله الاضطراب عماله تتسع. لو هنتكلم على اللي بيحصل في سوريا، لو هنتكلم على اللي بيحصل في العراق، لو هنتكلم على ليبيا، ويعني زي يعني هل الرئيس بيقول امسكوا في بعض يا مصريين علشان انتوا شايفين اللي بيحصل؟ هو طبعا تملي السيد الرئيس يقول ان احنا بنحيا في اقليم مضطرب. دي مش اول مره السيد الرئيس يقول في ده، في كلمات رسميه لسيادته دائما يقف امام كلمه نحنا نعيش او نحيا في اقليم مضطرب. مضطرب لايه حضرتك؟ لانه لاول مره في تاريخ المنطقه او الاقليم تبقى في اضطرابات في كل اتجاهات استاذ رشا، يعني اتجاهات ناحيه ليبيا، اتجاهات ناحيه الشمال، اتجاهات ناحيه الجنوب، الاقليم كله في حاله من الصراعات البنيويه الداخليه. عشان كده احنا كنا نربط حضرتك الاستقرار في الاقليم بحاله الدوله الوطنيه. نعم. ان احنا نتكلم على الدوله الوطنيه المتماسكه وبنيانها متماسك، وبالتالي فكره الدوله الوطنيه الناس كانت بتقول يعني ايه فكره الدوله الوطنيه؟ ان حضرتك بتحتاجي الى تماسك كيان هذه الدوله في محيطها وفي حدودها. الاقليم مضطرب يعني عند حضرتك لا توجد دوله في ليبيا، في انتخابات مؤجله، في صراعات داخليه، لسه الامر هيطول، لسه هنعمل استفتاء على الدستور، لسه بيتكلموا امبارح في هذا الامر. في سوريا الحدود اللي اترسمت بالدم هتفضل لسنوات طويله، سوريا المفيده في نطاق اربع مناطق جنب العاصمه. العراق حاله من عدم الاستقرار، حتى في الجنوب السودان، وبالتالي كله في مراحل انتقاليه. حمى الله مصر في هذه الاشاره. لابد ان نتذكر المصريين ان مصر الحمد لله انها الدوله الوحيده المستقره في الاقليم، واللي اصبحت تجربه في اقليم بكل ما فيه مضطرب. المخططات بالمناسبه الدوليه اللي الناس قاعده تتكلم عليها، احنا كاكاديميين ما بنبصش الا بالتوثيق. المشروعات والمخططات يجب ان المصريين يتذكروها. في ذكرى 25 يناير علينا ان نستعيد المخططات الشيطانيه اللي طرحت في مراحل معينه لتقسيم الوطن، وكانت مصر جزء من هذا. احنا مش بنقول، هذه الدراسات والبحوث موجودة تحت ايدينا ومنشورة بالمناسبة بلغات عديدة، كيف كان المخطط لتقسيم المنطقة. وتقسيم المنطقة ليس فقط دولة، انما كل الكيانات بصورة كبيرة. وكانت مصر درة التاج، يعني مصر هي كانت المستهدفة بصورة كبيرة. الفضل النهاردة بيرجع لإيه؟ للدولة المصرية الراسخة، اجهزتها القوية، كيان الدولة المصرية، تماسك المصريين زي ما حضرتك أشرتي. فأنت عند حضرتك أجهزة قوية كان بتحدث معلوماتها أول بأول منذ هذه المؤامرات والمخططات إلى اليوم. بالتالي أنا أتمنى في ذكرى 25 يناير نحن نتكلم على كيف أفشل المصريين هذه المخططات الدولية تحت إيدينا. هذه المشروعات وهي تتراوح ما بين مشروعات أمريكية وضعت في مراكز أبحاث وتم صياغتها بهدف تقسيم هذه المنطقة، وكان الهدف الرئيسي هي درة التاج. لو أنا بعمل ترانسليت الصحة يبقى درة التاج هي مصر. نعم. الدول اللي حوالين مصر. بالضبط حضرتك. بعد ذلك طبعا حديثي على أسماء وتبينت الحقائق. أتمنى أن احنا في ذكرى 25 يناير نتحدث عن هذه المشروعات التي أفشلها المصريين. صحيح. قبل ما أسيب النقطة دي، حضرتك لما كلمت على المؤسسات ودور المؤسسات، ممكن نقول أن هي دي الدولة العميقة المصرية؟ لان كلمه الدوله العميقه لا يعني خدت كده سمعه مش حلوه. كلمه الدوله العميقه دوله يعني. انت عند حضرتك كيانات ومؤسسات واجهزه معلومات قويه
لديها تحديث بيانات ومعلومات، عندها قدرة استباقية على قراءة حجم التحديات والمخاطر. النهاردة حضرتك مش رد فعل اللي بيحصل في مصر النهاردة في تطوير منظومة أجهزة المعلومات المصرية، سواء كانت الخارجية، المخابرات بكل تخصصاتها، أصبح لديك إمكانيات وقدرات خلاقة بتقري الاستشراف يعني. الرؤية المستقبلية، عشان كده سيادتك مش رد فعل النهاردة، انت واقفة على أقدام راسخة بتقري خريطة التوتر في الإقليم وتتعاملي معاه، خريطة الاضطراب في الإقليم، وبتحطي رؤية وبتتعاملي معاه. عايز انتقل لملف آخر، يعني يمكن خلينا نقول